عن جد منى بدي هنيكي وبدي شكرا. اسالك اي ساعه انت تلقيت الخبر يعني وجيتي لهون كيف لحقتي؟ صراحه كنا منتظرين انه يطلع القرار بكره بس ما كنا عارفين شو هو القرار. اتصل في الاستاذ محامي استاذ بهيج ابو مجاهد اللي كان حدنا كل هالفتره بوجه له تحيه. اتصل فيي وقال لي انه الهيئه طلع القرار بس انه ما تخبري حدا لحد التطبيق لانه صراحه صرنا معقدين. كان كل ما يطلع قرار بالاخلاء بنفس النهار يتركب قضيه ثانيه، فقلنا هالمره خلينا ساكتين ليطلع لشوفه بالبيت يعني. صراحه وصلوا على البيت شي الساعه 6 وانت مضطره تيجي لهون، شفتهم 10 دقائق واعتذرت منهم لانه صراحه صرت مثاقبه مرتين. أكيد أنا شخصيا كمان حابب أقول له الحمد لله على السلامة للشيخ بهيج وهو معنا. الحمد لله على السلامة شيخ. الله يصلحك. شيخ أكيد أنا شخصيا اشتقت لك وكل اللي حواليك وكل اللي بحبوك كلهم اشتقوا لك، وأنا عندي هيك لحتى بعرفك تعبان وبعرف إنه في عندك وسائل إعلامية كثيرة بالبيت أكيد رح يعملوا معك مقابلات ويعرفوا الشيء اللي صار معك اكيد خلال هالثلاث سنين الصعبين يلي مرقوا عليك. هالثلاث سنين الصعبين عندي سؤال واحد بس، اي لحظه كانت الاصعب خلال هالثلاث سنين؟ لا شك ميشيل يعني انه اليوم الاول من التوقيف كان هو اليوم الاصعب في حياتي، وخاصة انه شعرت بالظلم يلي لحقني بعد خدمة عامة بتزيد عن 33 سنة بالحقل العام والحقل الخاص والحقل التجاري والحقل الرياضي، فشعرت لحالي انه انغدرت بمرحلة معينة وبموقف معين وشعرت بهذا الظلم يلي لحقني، ولكن كان القرار من اليوم الاول هو الصمود والكون ضمير مرتاح. كنت على أتم الاستعداد لمواجهة القضاء بالحقائق والدوكيمنتس المطلوبة لإثبات البراءة. الحمد لله. الحمد لله ما زلنا اليوم نحن في الله يسلمك. يعني أكيد شيخ أنت عايشت صعوبات بحياتك وتجاري بطلوع ونزول بالحلوة وبالمرة، شو الواحد بيتعلم الإنسان شو بيتعلم من هالتجربة؟ يعني لا شك بتعلم، هي كانت تجربة كثير كبيرة وكثير قاسية، ما فينا نقول انه تجربة ما علمتني كثير من الامور، وخاصة انه انت سميت المعتقل انه في السجن. كنت انا في مرحلة عم بلاقي كثير من الناس السجناء يلي مظلومين مثلي وكان عندهم بعض الظلامة اللاحقة فيهم. انا كان ايماني زاد ايماني، ومن الاول كان ايماني كثير بربنا وكان ضميري مرتاح انه لابد من إظهار الحقيقة مهما حاولوا إخفاء الحقيقة، وكنت مراهن أنه لابد من القضاء العادل أنه يأخذ مجرى في الشكل الصحيح. والحمد لله أنه بعد صمود، وخاصة صمود عائلتي إلى جنبي وصمود منها إلى جنبي واهتمامها بالعائلة، أعطاني الثقة الكاملة أنه لابد من الوصول إلى يوم أنه إظهار الحقيقة وإظهار العدل وإظهار الصورة الحقيقية للقضاء اللبناني. الله يخلي لك اياهم يا رب. بدي منك شيخ اول شيء سالنا شو بدك تعمل بكره؟ كيف بدك تبلش حياتك بكره؟ ولمين مشتاق اكثر شيء وقد ايه مشتاق لمنى؟ انا مشتاق كثير لمنى مثل ما كنت اسالها بكل هذه الايام اللي كنت انا سافر فيها واتعب وضحي واسهر الليالي في سبيل عملي. كنت اشتاق لعائلتي، اليوم مشتاق لهم كثير، اكيد اليوم بانتظار وصول اولادي من السفر لانه راح يفاجئوني يصلوا الليل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ما بقى اعبطهم، اعمل صبحيه اولى، اعمل صبحيه اولى معهم صباحا، اعبطهم وبوسهم واشبع منهم واتنفس معهم انا هوا الحريه. حلو. شيخ ما راح نطول عليك كثير، اكيد بتكون تعبان وعندك وسائل اعلاميه كثيره، راح تبدا اكيد بمقابلات معهم، راح نرجع للاستوديو ونقول لك الله يوفقك ان شاء الله يا رب، تكون حياتك سعيده من يوم ورايح. موفقين انتم.
بدي اقول لك شغله كمان، انا انقذ الموقف الليله ميشيل، لانه هو اللي حاورك، ما كنت عرفت شو بدي اقول لك. بدي يمكن اسالك شو تعلمت من هالثلاث سنين. انا بدي اقول اني تعلمت منك طوله البال، وتعلمت ان شاء الله اقدر شي نهار اكون بالحكمه اللي انت عندك اياها، اللي طوال ثلاث سنين ما سمعت منك كلمه نابيه او كلمه بسوء عن اكثر الناس اللي كنت مقرب لهم واللي ظلموك. شكرا كثير لوجودك معنا، وما رح جرب ما اتاخر. شكرا.